اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناه الصحه والجمال في اولى حلقات برنامج بكره احلى. النهارده حلقتنا حلقه مختلفه جدا، حلقه مميزه جدا، من اشد انواع الفن الخاص جدا، الطرب الاصيل، التراث الشعبي الصعيدي. النهارده معانا الفنان الموهوب، الصوت المبدع، الصوت الفريد، ابن السعيد عماد خميس. اهلا بيك استاذ عماد. كما برحب كمان بضيفي سياده النائب محمود جات سليم، الراعي الرسمي للبرنامج والمستشار الاعلامي. اهلا بيك سياده النائب. اهلا بيك. وبرحب بالفرقه الموسيقيه الاسطوره. وبرحب بضيفتي سوري بزميلتي استاذه نجوى حسن. اهلا وسهلا بيك يا نجوى. نقول صباح الخير على احلى قناه الدنيا، قناه الصحه والجمال. معانا ومعاكم النهارده برنامج بكره احلى. معانا النهارده من ارقى واحسن الاصوات، معانا شاعر النهارده ومغني الاستاذ عماد القناوي، ومعانا نرحب كمان ان شاء الله بالفرقه الموسيقيه بتاعته، ونرحب كمان معانا بالراعي الرسمي للبرنامج استاذ محمود سليم جاد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. عايزين قبل بقى ما نبدا وتطربنا كده، عايزين الجمهور يعرف مين هو عماد. انا معروف في الصعيد كله عماد الجناوي. من انت؟ ربنا يخليك عماد الجناوي. طب عرفنا بقى بنفسك. انا عماد خميس محمد الكريم من محافظه الجنا، مركز ابو طشت. اتعلمت الفن والتراث. اكتشفت يعني بقى نفسك ازاي؟ طريقه كده قول لنا. انا اتعلمت الفن والتراث عن المرحوم ابويا. يعني كان وراثه؟ كان وراثه عن ابويا. وبعد كده يعني مشيت مع عمي عبده، واحد الله يرحمه اسمه عبده، هو اللي علمني وعرفني على الدنيا كلها والناس، يعني من بعد ربنا يعني. يعني هو نما الموهبه بتاعتي يعني. ما كانتش موهبه يعني. هي طبعا كانت يعني وراثه، عشان باباك كان صوته حلو. وبعد كده انت نميت الموهبه. درست يعني. وراثه. طب ايه عايزين بقى دلوقتي، عشان طبعا كل الجمهور مشتاق يسمع كده. كل الجمهور عندنا يحب مدح النبي الاول. خلاص اوكي، ومطلوبه عندنا جوه يعني. طب اتفضل يا فندم. عليه الصلاة والسلام. بعد الليالي واحسب الأيام وقل وصالك يا سيدنا النبي، وقل وصالك يا سيدنا النبي هيتجدد مع الايام. انا خايف يطول بعدك يا شمعة للاسلام، من يوم مدحت الحبيب النبي ده كان الفؤاد عمران، ده مدح الحبيب النبي دوا، ده مدح الحبيب النبي دوا، بيريح العدمان يا فرحة القلب الحزين لما يمدح العدمان. نبينا يا نبينا ما حلوة صلتنا بينا، يا قاعدين يا سامعين صلوا على نبينا. ما لو عطاني ربي ازيدك يا توبي، اخد قرب واروح للنبي اشرب وبلي Thank you.
طبل النام النام بودني سمعتو بودني سمعتو هن عليا مال انا والله للنبي وهبتو. لا عاوز ذهب ولا طيني ولا طيني وغير ربك يعطيني غير ربك يعطيني أشرق على زمزم واشرب واروي العطشانيني. طلبت أبلغ مرادي ولكن الزمان مرضيش. خيب عشمنا الزمان خلاني عليك مرضيش. خيب عشمنا الزمان خلاني عليل مرضيش. وكيف العمل يا ناس ولكن الحل في زمننا. ودقرب مليك عقرب ليك في زمننا. على حي سلطان يا عين وعنده من الملكتين وهو قعد شوف الردي لما انسعد يوم رحت اختمه مرضيش. مالك 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 يا قلبي مالك ولا حد ياخدوا العوزين بأديهم لما بقيت مش بديهم ولا حد قال لي دنيا غرورة ما داي ماشي لا مع الراكب ولا للماشي ديني يوم صبح ماشي ولا حد قال لي. بجد التحفة صوتك جميل كله شجن. قولي بقى أستاذ عماد مين اللي كان بيدعمك أو مين اللي كان بيبقى واقف جنبك في مشوارك؟ في مشواري في الفن عم عبده. ما فكرتش تروح نقابة ال ال المهنة الموسيقية لتعمل كارين كابا؟ ما فكرتش والله بس أنا عامل كليبات يعني. طب أنا سمعت بقى اللي عندك أغاني ليك أنت بتكتب ويعني أنت مين اللي بيكتب لحضرتك الأغاني الجميلة اللي أنت بتقولها وبتطربنا وبتفكرنا في أغاني تراث واخدينها من يعني من أبا عن جد وفي اللي بنقوله إحنا من دماغنا من ألفه يعني مع بعضين يعني أنا والفرقة مع بعض. يعني أنت والفرقة اللي بتألفهم وأنتوا اللي بتطلعوا الأغاني يعني نألفه كده زي كده مع بعضين ونعرضوه في الفرح تاني يوم على طول. ما شاء الله. لا بصراحة جميلة جدا. لا تحفة. معالي سيادة النائب إيه رأيك بقى في اللي إحنا سمعناه دلوقتي والتراث الشعب السعيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشباب دول أنا فخور بيهم لأنه أبناء بلدي. أحسن اسمع. والفنان خدت بالك احيا بعد حفلات ليا ولابنائي ودول يعني صراحه الفن عندنا هو اللي موجود حاليا في الصعيد. دايما شعر الربابه والذكر لو كانت تسمعي لياسين التهامي او الشيخ امين الدشناوي او عاطف الهوي فالجماعه دول كلهم يعني بيبقوا ماشيين في الذكر والجماعه بيبقوا ماشيين بالنوع الربابه. فبيبقى عندنا في الصعيد في نوع ويمكن معايا بعض الأصدقاء والبلد كلها بتتفرج على ابن بلدهم يعني بيحبوا عماد والشباب بيجري على عماد وفي ناس كبار السن يقول لك والله احنا نجيب أمين الدشناوي أو نجيب عاطف الهوي. فدايما الوضع عندنا بيبقى بالطريقة دي. من جانا برضه؟ مين؟
نفس المطربين دول؟ اه ابن بلدي واحيا حفله لابني برضه. ما شاء الله بصراحه هو لا ده ولسه خدت بالك هيغني لك يوما ولسه يعني هتسمعي منه حاجات حلوه جدا يعني. تحسي ان في تجانس كده بينك يعني شهيره جدا جدا في الصعيد. عايزين نسمعها. جميله جدا. سمعهم يا فندم. انا بقى في اغنيه انا سمعت اسمها صابر انا. اديني صابر. اديني صابر. الاغاني المطلوبه في الصعيد. اديني صابر. ايوه ده في ناس والله عايزه تاخد بالك منتظره الاغنيه دي برضك يعني. اتفضل يا سيدي. حاجه زي بنايه كده دي خلي بالك يعني الفناها انا والراجل ده مع بعض. يبقى معانا المؤلف. طب قول لي الاغنيه هي صابر على بلويه مستوحى يعني هي تخاطر فكري ولا هي انت مستوحاها من موقف معين؟ انا اعشق ان انا اقولها في اي فرح. لا ما لا انت لما انت غنيتها الاغنيه دي جات لك ازاي؟ الحق بتاعها خدناها من عم عبده. لا يعني هي يعني هي حد كتبها تخاطر يعني هي اللي طلعها. هي اللي طلعها. طب يلا بقى اسمعها. غيرت فيها حاجه ولا قلتها انت زي ما هي؟ اللي احنا بنقوله بنفس اللحن بس غيرنا يعني في كلماتي. تمام. نفس اللحن والكلام بس غيرنا. لا مشهوره جدا معاك. مشهوره جدا. طيب اطربنا بقى. ما يمكن الجميل الا خير الجميل. عم عبده اللي افضله علينا ما شاء الله عليك. الله يخليك. اتفضل بيها بقى. الله يخليك. محاكم الزمن الزمان فيا محاكم الزمن الزمان فيا خلاني تايه في بلاد في بلاد الناس محاكم الزمن الزمان يا ناس روحوا قولوا قولوا ده قولوا لأم الشقية ما ولادك لبعوا الغرام يا ابو يا ناس روحوا قولوا ده قولوا ده قولوا لأم الشقية بجد صوتك بجد من الاصوات الفريده. ربنا يخليك يا رب. لا بصراحه جميله جدا جدا يعني مش عارفين نقول ايه. ربنا يخليك يا رب. الكلام جميل جدا مع انه هو قديم وواقع عايشينه بس انت بتجمل الدنيا بالكلام بيلمس القلب كده على طول. احساس عالي بجد. انت عندك احساس عالي. بجد صوتك فيه شجن جميل جدا. ربنا يخليك يا رب. طب شرفنا بكم والله. احنا اللي شرفنا بيك. قول لي بقى انت
بتغني في محيط الصعيد ولا بره كمان؟ في اي مكان بروح. يعني في ناس بتطلبك مثلا بس بتغني برضو بنفس اللهجه نفس اللي شايفينه على اليوتيوب بيطلبوني بيه. نفس الكلمات اللي بقولها عندنا في الصعيد بقولها في اي مكان. طب بتغني ممكن تغني لنا بقى حاجه قديمه كده كوبليه حتى صغير قديم قوي يعني اي حاجه كده عشان الناس تسمع. على عيني. يعني اختار انت. يا زارع الورد اسقي الورد بمع معروف والورد مهما دب في دنين النعيم معروف ومصر بلد النصر فيها سيدنا الحسين معروف يا سيدة يا سيدة يم الشموع الجايدة يا اختي الحسن واختي الحسين علي المقام يا سيدة يمن البلاوي عبد الرحيم سيدي يا جناوي نظرة ومدد يا سيدة. ايه المواقف الطريفة؟ لا من المواقف الطريفة اللي حصلت لك في الحفلات اللي رحتها. ايه زي ايه يعني موقف طريف كده؟ بروحت في مكان حفلة مرة طلبوا منك تغني مثلا لحد معين من المغنيين الشعبيين. اكتر اغنيه مطلوبه يعني عندنا جوه برضه في الدنيا والوقت وفي خان زماني وفي اللي راح ما يجيش تاني والكلام يعني. لا حد طلب منك قبل كده ان انت تغني لحد؟ طب يجاوب على سؤال. ناخد فاصل. ناخد فاصل سريع. انتظروني اعزائي المشاهدين. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين نستكمل حوارنا الممتع مع الفنان عماد خميس وبنرحب كمان بالضيف الفنان عبد الرؤسي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. معانا الفنان في الفقرة الثانية دي الفنان عبد القاضي. من بصي بقى يعني معانا النهاردة موهبتين نبغى حاجة عالية جدا. فنانين متعددين لا متعدد المواهب يعني. حضرتك معروف طبعا عن وجه قبل كله وجه بحري برضه. قول لي عرفنا بعض نفسك الاول. انا المطرب عبد القاضي من محافظه قنا مركز ابو طشت مطرب شعبي. تعلمت اساسا الغنى الشعبي على يد استاذ وعم الاستاذ محمود عبسيد ويمكن سمعته عن النجم الاستاذ حمد الكومي. طرب شعبي. موهبتك فيها عامل وراثي ولا في حد من في العيله؟ لا لا لا, لا. انا عاشق للمجال كده من وانا صغير يعني. انت بتغني عندك اغاني ليك خاصه ولا في حاجات عاملها خاصه بي انا وفي حاجات بس ما سجلتش حاجه منهم. بس مثلا عندي مثلا عامل نمره حفلات حضرتك وقلت اغاني ليك كتير يا لا. طب ممكن تغني لها لحد حضرتك بتغني مين؟ طيب نسمع يعني ممكن بغني. انت قلت لي رضا البحراوي. بغني رضا البحراوي. طب يعني نسمع حاجه رضا البحراوي. يعني حاضر. اوكي. ليلى عينا ليلى عينا ليلى. طب خد المايك حضرتك. ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. هما صوتهم بجد. ايه
انتوا مين انا مش عارفكم، سامحوني سامحوني يمكن مش شايف. انا اصلي فجأة سمعت عنكم من يومين، انتوا مين انتوا مين؟ انتوا مين وبقيتوا ايه؟ مش دي الحكاية. اهم حاجه تعرفوا ان انتوا مش فارقين معايا، خدوا لكم فرصه وفكروا قبل ما تعالوا تكبروا، او حتى لسه هتوصلوا. بالنسبة ليا صغيرين، انتوا مين انتوا مين؟ عاملين راسكوا براسي ازاي يا شلة كذابين؟ لسه بدري عليكم والله قدامكم سنين. عاملين راسكوا براسي ازاي يا شلة كذابين؟ لسه بدري عليكم والله قدامكم سنين. الوهم خدكم فجأة لقيتوا نفسكم، ملهمش عزا وللأسى عملوا معلمين. انتوا مين انتوا مين انتوا مين؟ لازم مساء أفلك بجد، برافو 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 على الفلق، صوتي يجنن. جميل جدا والاغنيه تجنن. ميرسي لحضرتك يا فندم. مين بقى كان المثل الاعلى او القدوه ليك في الاغاني الشعبيه او تحب تغني؟ لا ده كتير يعني، قول لي كده ابرزهم. يعني ابرزهم مثلا الاستاذ احمد عدويه، ابرزهم كويس انت جيت على انا عماله لسه بقول له دلوقتي انا عايزه كوبليه عندي كده من في اغنيه كده مش راحوا الحبايب، لا هو كان في الاغنيه في الفيلم كده مش عارف ايه بتاعت عدوية. يا ريت يعني كان كل حاجه العدوية جميله. صح صح يا معلمه. اتعلم المدرسه نسيت اسمها. بنت السلطان. بنت السلطان ماشي اي حاجه ماشي. العدويه بنت السلطان حلوه. خلينا بنت السلطان. يا بنت السلطان حنا على الغلبه، الميه في ايديك وعبده عطشان. يا بنت السلطان حنا للغلبة، المية في ايديك والاسطورة عطشان. اديني اديني اكتر، المية في ايديك صوت. اديني اكتر، المية في ايديك سكر. يا بنت الغالية من في جمالك مين؟ يا بنت الغالية من في جمالك مين؟ شاوريها حلوة أنا جيت من القاهرة للبساتين. يا بنت السلطان حن على الغلبة، المية في ايديكي. لا جميل، لا بجد جميل. نرجع تاني بقى للفنانة عماد. احنا سمعنا اللي فيه اغنيه اسمها حاجه على الام. اه صح كده. يا ممكن بقى كده خب ليه منها يعني؟ ادعي لي يما. ادعي لي يما. يلا مع بعض. بعد
على العلالي ادعت لك روح يا ضنايا توب عليك يا غالي. خطر زور النبي النبي أولا شي في إيدي وفردها ويا كريم فردها يا سيدي. ما تدعي لي أمنا يا مايا ادعاكي مقبولي ادعيت لك روح يا ضنايا تزور الرسول. نوجه رساله لكل امهات مصر ربنا يحفظهم وربنا ويخليهم لنا يا رب. طب ليه انتوا الاثنين من وجه ابني صح؟ من نفس البلد ونفس المكان. نفس البلد ونفس المكان. طب ليه ما بتطلعوا حفلات مع بعض؟ احنا اتنين اصحاب الفرقه. والله مع بعض يعني احنا اتنين اصحاب الفرقه. اي حفله انتوا الاثنين انا ليا مود في الاغاني وهو ليه مود في الاغاني. كل واحد ليه طلب. شعبي وفي سعيدي سعيدي. احنا عندنا موهبتين حاجه راقيه وحاجه كويسه ما شاء الله والاثنين من وجه ابني. لا نسمع حاجة من أستاذ عبده. نعم نسمعنا حاجة من أستاذ عبده كده حاجة نشوف حضرتك أنت بتحب حاجة خاصة بيك. حاجة خاصة أنا عامل نمرة اسمها كسروك يا طيب. ماشي أوكي ماشي نسمعوها. عملت عملت يا زمن كسرت قلبي ما ظلمونا الحبايب وآخرتها يا دنيا يا دنيا يا دنيا يا دنيا كسرك يا طيب وقم علي كسرك وكسروا الفرح في كل اللي منك اتخلى عنك كل اللي منك اتخلى عنك حتى اقرب الناس اليك كسرك وكسروا فرحتك كسرك وكسروا فرحتك وبيت يا قلبي في وحدتك كسرك يا قلبي كسروا كسرك يا قلبي كسروا كسرك يا قلبي في وحدتك ويسابوك يا قلبي بشدتك كل اللي منا اتخلى عنا كل اللي منا اتخلى عنا ويسابوك يا قلبي في وحدتك. جميل بجد تحفة. طب انت ليه حضرتك ما بت لا كلماتها جميله ليه ما بتنزلش حتى الاغاني بتاعتك على اليوتيوب حتى القناه مثلا ليك
لا في شغل على اليوتيوب، في شغل على اليوتيوب بس الامكانيات الصعيد غير القاهره. الاغنيه دي يعني بجد حلوه جدا جدا جدا. دي بقى مستوحاه من موقف يعني ولا انت في حد كسر قلبك؟ صديق، لا صديق صراحه لا لا جد صديق. انت بتقولها من قلبك؟ لا صديق عزيز عليا جدا اسمه نوكيا. اه لقيته كاتبها كده، خدت الفكره من الاسم بتاعها. هي بس حلوه جدا بجد. الاغنيه كلها مشاعر. عامل برضه واحد ثاني اسمها العيب مش في الدنيا. مش في الدنيا؟ احنا العيب احنا مش وقتنا لا 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 بجد بجد اسمها اسمها العيب مش في الدنيا. العيب بس قدامنا دقيقتين بس، ممكن اي كوبليه كده منها بس الوقت دقيقتين بالظبط وهنختم. نعم وهنختم. حاضر ان شاء الله. نهوند العيب مش في الدنيا، العيب مش في الأيام، العيب فينا احنا عايشين في الأوهام. صدقنا الدنيا دايما طب دميت لمين قبلينا يا مرحلو كان علماء وعلمين. عايز الدنيا ملكك قبلك ملكها مين، والايام لك وحدك دول هم عليك يومين. اسمعني بلاش عنا دي الدنيا والايام ما بيدوش راحتك. جميل. لا بجد جميله بجد بجد. انتوا موهبتين بجد تستحقوا تسليط الضوء عليكم بجد بجد. انت احنا انا عن نفسي انا استمتعت جدا. انا زعلانه جدا ان الحلقه بس اكيد لنا لقاءات ان شاء الله بامر الله. لا بجد يعني الحلقه دي كانت مميزه بيكم، مختلفه مميزه جدا نفس المكان وحاجه كلها يعني. لو قلنا من هنا للسنه الجايه احنا اكيد مش انا واكيد المشاهدين استمتعوا، هم زعلانين اكيد بصراحه بس اكيد لينا لقاءات. الاصوات الاثنين جميله جدا جدا. شكرا لكم، شكرا جزيلا. احنا شرف لي ان اتقابلنا معكم وقعدنا معكم. تحياتنا لكم ولقناه الصحه والجمال. شكرا بكده كنتم منورين برنامجنا معانا النهارده، وكنتم منورين معانا، ونتمنى نشوفكم تاني معانا ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. كده خلصت حلقتنا. انتظروني اعزائي المشاهدين يوم الجمعه الساعه 11 في برنامج بكره احلى. بكره معانا احلى.